دايما لما نتكلم مع سعوديين عن السودانيين ممكن تكون من اولى الذكريات اللي مربوطه بهم انه يا اخي درسونا صحيح، اساتذتنا. أساتذة السودانيين صحيح. فالمنهج السوداني وطريقه توصيل المعلومه السودانيه ممكن تكون راسخه هنا بالنسبه صحيح للاخوان السعوديين صحيح صحيح صحيح. فعلا. طبعا معروف ان المعلمين السودانيين يعني دائما يعتبر شرف لنا كلنا كمعلمين او في هذا الحقل، انه نحن وغيرنا يعني يشتغلوا في المدارس. انا شخصيا اشتغلت في المدارس السعوديه واشتغلت، وعندي طلبه لحد الحين بيجوا يزوروني في البيت، يا سلام. يعني بيجوا يعني يقول لي انت استاذتنا، انت درستينا، انت عملت، يعني لين الحين يعني في طالبات وطلبه بيجوني يعني البيت، ودرسنا احنا الاجيال السودان اقصد السعوديين. ونفس الشيء عندنا السودانيين في كل، يمكن تقريبا في اليمن، في كم طبعا دوله عندنا بيذكر يقول والله احنا اللي علمونا السودانيين. وده الواحد بيعتبره شرف كبير للسوداني انه ربنا اداه يعني انه يكون معلم. انا شخصيا بحب التعليم جدا وبحب المعلمين جدا صراحه، ما منحازه لناس يعني، لكن انا بحب المعلم، يعني انا بعتبر انه المعلم دي يعني يعتبر يعني زي كاد ما بيقولوا المعلم ان يكون رسولا. بعد الانبياء على طول. نعم. وبابا يكون يعني تكريمهم من كل الناس، كرمتهم كل الناس، شهدت بهم يعني. طبعا لولا المعلم ما في طبيب ولا في مهندس ولا في اي مهنه ثانيه او اي حرفه ما حتكون موجوده وتتقن صح لو ما في معلم يعني. صحيح.